الحمد لله على سلامتك يا فارس. الله يسلمك يا عمي. شفت؟ حتى لو عاملين حسابنا على كل حاجة ما تضمنش. معلش، هو اللي علم عليك بالشكل ده؟ وديني ما هسيبه، أنا عايش لموته يا عمي، لازم أحرق قلب أبوه علي. هيحصل هيحصل، بس دلوقتي عندنا اللي أهم من كده. مش هنوجع قلبنا على قصة عيل تافه بالشكل ده. في أولويات، بعدها هجيبهولك تعمل فيه اللي انت عايزه، تحطه تحت رجليك وتقطع له قصاد صباعك ده رقبته. بس الاهم زي ما بقولك يا فارس، احنا محتاجين نعرف بالظبط ايه اللي حصل للعطارين في الفتره اللي فاتت. عيلة العطار بتوقع يا فارس. لا، عيلة العطار عمرها ما توجع يا عم. عشان كده عايزك تساعدني، انا ما بقتش اثق في اي مخلوق على الاطلاق. عايزك تقف في ظهري عشان نقدر نحافظ على بيت العطارين. وانا في ظهرك يا عمي. طب يلا خش غير هدومك وخلينا ننقلك على مستشفى عدلة عن كده عشان نعرف نطمن عليك كويس، وبعدها هفهمك هنعمل ايه بالظبط. حاضر يا عمي. يلا. حاضر يا عمي. عمي طيب، احنا متشكرين يا أنيسة سارة جدا على اللي انت عملتيه. انت انقذتي فارس من الموت، وده عندنا له تمن كبير قوي. طب اذا كان كده بقى ايدك على 120 جنيه. ايه؟ لا بتهزر. انا بهزر. بهزر. انا همشي بقى علشان عمك عمال يشتمني يقول تمن ومش تمن، يعني خلاص بقى يلا باي باي. لا 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 ساره. عمي يا عمي ما يقصدش، ما يقصدش يا عمي، انت ما تقصدش يا عمي صح؟ قول لا قول لا. اخلص. لا يا ساره اصل عم معلش يعني عمي دبش شويه ملوش تجارب في الحريم. بتقول ايه يا بنت؟ انا سامع اللي بتقوله. مين اللي دبش ده؟ انا ما اقصدش حاجه يا عم، انا بقول الحقيقه بس. حقيقه؟ لا ما قصديش يعني حاجه. طيب اسيبكم بقى تتخانقوا براحتكم عشان عندي شغل والله متاخره. يلا يا ساره. يا ساره ايه تاني؟ معلش يعني لو فيها لطاخه مني. ممكن نمرتك؟ ليه؟ انا قلت لك انا عايز نمرتك. ليه؟ ليه؟ ليه يا عمي؟ ليه يا فارس؟ ليه انا بسالك ليه؟ قول لها ايه؟ علشان تشكرها على رواقع اللي هي عملته معاك. طيب متشكرين قوي يا ساره. العفو والله. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. النمره. يا ساره. ايه تاني؟ معلش نسينا النمره يعني. انا مش عارفه الاوفر ده يعني بسيط سهله يعني. اتفضل يا سيدي ادي الكارت بتاعك. ماشي متشكر قوي يا ساره. اي حاجه تانية؟ لا مش هترجعني؟ لا لا. طيب يلا السلامه. مع السلامه. السلامه. عجبتك يا عمي؟ خش يا اتغير يا عاد. السلام عليكم. انت هاد مش قلت لي شويه وحتاجي؟ ايه اللي اخرك كده؟ معلش يا عم حمزه، اصل في حبه عيال طلعوا عليا وكانوا عايزين يمسكوا في خناقي، بس انا هربت منهم واستخبيت. قلت بس استنى لحد ما الليل يوصل ورجعت اهو على طول. عيال مين دول؟ عيال كده كانوا عايزين يسرقوني، شكلهم حراميه، بس الحمد لله عدت على خير يعني. بسرقوك؟ تحلتك اللي هدمتك خش اتخمد، وبكره لو غبت تاني مالكش عيش عندي. حاضر. بس ده ظلم يا عيشه مش حقيقي. انا ما وافقتش، انا ما وافقتش يا عيشه. غمة وهتزول يا بنت خالي، غمة وهتزول. وهو ده برضك اللي بقوله لنفسي زي ما بقولهولك. المهم دلوقت نفكر بالعقل. عبد الله دلوقت ما بقاش شايف غير نفسه وبس، والقوة والجاه، واللي هيعارضه هيخلص منه. وعبد الله ممكن يخلص مني عايشة ومن علي ومننا كلنا لو حكمت يا سلمى. عبد الله خلاص بقي شيطان. ألف ألف مبروك. نورت يا مولانا. تحت أمر سعادتك. بس بقول لك إيه، الله يبارك لك، استعجل إن الجسيمك دي عندنا مصالح لازم تخلص. بإذن الله. تحت أمر سعادتك. غزال الظرف بتاع مولانا تديهوله، والعربية توصله مكان ما هو عايز. الله يبارك فيك. وتخلص وترجع لي عشان عايز. يلا السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. حفظ الله يا مولانا. مبروك يا علي. أنا ماشي. علي ما ينفعش تسيب مرتك ومفرحك، بتبقى عيبة كبيرة يا أبو الرجال. الحاجات دي كمان بالغصب ولا مش بالغصب يا علي؟ بس الاصول بتقولك ده، ما ينفعش تسيب مرتك فيهم زي ده. ما كفاياك عاد،
انت عارف زين ان لدي مرتي ولا ده فرحي ولا تضحك على ربنا انت واللي جايبه لنا ده. اتكلم بادب مع الكبير يا علي. لما تكون بتكلم الكبير تتكلم بادب، وقصر في الكلام يكسر عسلك. صلوا على النبي يا جدعان، انتوا اخوات مش كده. فارق معاك قوي، واللي فوق دي مش تبقى اختك بردك؟ سيبك منه، ده عيل طري. اقعد غيره. عاد عبد الله، انا كده عملت اللي عليا وباقي اللي عليك. ما تخافش، الكبير ما بيرجعش في كلامه. اطمن يا واد عمي، وطمن هاشم بيه ان كل حاجه ماشيه على اتفاقنا تمام. ما هو معلش يعني، انا كان لازم اسالك، اصل الموضوع شكله غريب. معاكي حق، هو فعلا غريب، بس هو في كل الاحوال خير. ابن خالك بقى يحكي لك. اعذرينا انا بقى رؤيه. عموما انت حرين اللي تشوفوه، مدام قاعدين معانا كم يوم انا هقوم ارتب لك اوضه تقعدي فيها. لا استني، انا زهقت من القعده لوحدي. هو انا ينفع اقعد معاكي في الاوضه دي؟ ما كانش بيقعد هنا غير اختي، وانا اختي ماتت وما عاوزاش حد يفكرني بيها. هو ايه اللي حصل بينكم؟ وانتي بقى لازم تحكي. انا امي دايما كانت تقولي الواحده مننا عامله زي البير اللي مليان اسرار، في حزن وفرح وحاجات حلوه وحاجات وحشه، واحنا لازم كل شويه نفضيه عشان لو اتملى هيغرقنا جواه. والبير ده بقى عشان يفضى لازم تحكي. احكي لي بقى يا رؤية. هلو، ممكن ادخل؟ ايه الناس اللي بتنام بدري دي؟ انا ما بنامش اصلا. وبعدين انت جيتي هنا ازاي؟ وانا قلت لك العنوان ده قبل كده؟ مالك مستغرب كده ليه؟ ولا يكون في حد هنا معاك وخايف اقفشك ولا حاجه؟ لا مفيش حد هنا معايا يا ارهام، ادخلي فتشي بنفسك. ايه اصلا مسافره؟ يا ترى بقى ده ذوق مهندس الديكور ولا ذوق آية؟ لا ذوقنا احنا الاتنين. هو حلو بس مش واو يعني. هي كانت عايشة معاك هنا؟ وكنتوا عايشين لوحدكوا ازاي؟ يعني اهلك واخواتك كانوا عارفين حاجة زي دي؟ السؤال السخيف المتكرر. كانت عايشة معايا هنا زي ما كنا عايشين مع بعض في لندن، عادي يعني. عادي يعني. طيب يلا قوم غير هدومك وتعالى ننزل. ننزل نروح فين؟ انت عايزه مني ايه اصلا؟ ولا حاجه، انا حسيت ان امبارح اليوم كان سخيف، فجبت عنوانك وجيت لك وقلت ننزل نعمل اي حاجه. تعالى ناكل سوشي. سوشي؟ ما بقتش احبه اصلا. وبعدين انت ايه اللي فكرك بيا؟ انا كنت نسيتك. بس انا ما نسيتش. لا نسيتي. نسيتي يا ارهام. نسيتي في اخر مكالمه قفلتيها في وشي لما قلتيلي موضوعنا خلص. بس انا بقى عمري ما نسيت. ما نسيتش ان انتي اكتر بنت اذيتيني. انتي كسرتيني وسبتي جوايا علامات عمرها ما هتتمسح. صلاح انا اسفه. بسهوله كده. اسفه على ايه يا ارهام؟ ها؟ اسفه على ايه؟ على اني خليتيني احبك لحد ما بقيتي كل دنيتي؟ ده أنا كنت بتنفسك، بعشق التراب اللي بتمشي عليه، بتمشي في دمي، وفي الآخر إيه؟ خلاص يا صلاح أنا مش قادرة، خلاص أنا زهقت، مش قادرة أكمل، مش قادرة فعلاً. بس انت كنت عارف من الاول ان احنا ما كناش هنبقى لبعض. بس كنت بحبك، ما كنتش عايز حاجه من الدنيا دي غيرك، واني افضل جنبك. انت عارفه انت بعد ما بعدت عني انا حصل لي ايه؟ الدنيا بقت فاضيه، ما بقاش في دنيا اساسا. انا حاولت انساكي ما عرفتش. اشوفك في كل حاجه، في الاماكن، الشوارع والاغاني، بنام واصحى احلم بيكي. عارفه معلش انا ساذج شويه، انت كل الكلام اللي كنت بتبعته لي انا محتفظ بيه، وقد ايه انت كنت مبسوطه معايا وفرحانه
حاسه بالامان. ده صحيح يا ريان، هو كل ده راح فين؟ كان غصب عني على فكره. وبعدين ما تحسسنيش ان انا بس اللي وحشه، انا زهقت وكنت عارفه ان احنا مش لبعض ومشيت، وحاولت افهمك ده 100 مره وانت ما فهمتش. كنت مصر تكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه ومش فارق لك اي حاجه. كنت غبي يا ريان، كنت متصور ان انا بحافظ عليكي، حاولت انساكي. السفر، الخروج، بنات تانية. طب وعيشة؟ ولا دي مش بنات تانية؟ عيشة، عيشة دي أكتر بنت أنا ظلمتها في حياتي. بنتي أنانية أوي يا إرهام، وأنا قررت أبقى زيك. فضلت مع عيشة وأنا ما بحبهاش، ولما الموضوع طول سبتها، كسرت قلبها زي ما أنتي كسرتي قلبي. دايرة وما بتخلصش، ناس بتخلص ذنب ناس تانيين. طب ودلوقتي خلصت ولا لسه؟ ايه مالك في ايه؟ مستكتر عليا ان انا عدك؟ انتي عارفه انا بعد ما سبت عيشة ايه اللي حصل؟ قالت لي الدنيا سلف ودين. عملت ايه انا بقى بعدها؟ رجعت لها تاني علشان يبقى سلف ودين بجد. رجعت لها تاني وانا ما بحبهاش علشان اظلمها. يمكن لما اصدمها ترجعين انت تاني ولو شوية. صالح انا بجد اسفة، والله انا حبيتك وحاولت بس فشلت. انا ما تعودتش ادخل اي معركة تكون خسرانة، ما كنتش عارف ان انا هوجعك كده. تمام، وهو جاء وقت المعركة الكسبانة. مبسوطة يا رهام؟ هدينا هنتجوز زي ما كان نفسنا. بس ده انت رهام اللي انا حبيتها، ولا انا صالح اللي انت حبيتيه؟ مين؟ انا علي عيشة. خش يا علي. طب انا نازله تحت شويه وهجيلك تاني، استهدي بالله كل شيء هيتصلح. أنا مش عارف أقول إيه في موقف زي ده. كان نفسي أقول مبروك. ليه يا علي؟ أنت عارفة أنا عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ ده لما كنت بقع في مشكلة كنت أنت أول واحد بجري عليه. طب أكلم مين دلوقتي يلحقني منه؟ محدش يقدر يجرب لك طول ما أنا موجود يا سلمى. أنت مبقتش موجود يا علي. إزاي وافق؟ كانش قدامي حل تاني. عشان ضعيف. عشان ضعيف يا علي. طب انا مجبره وماليش حد، انت ازاي خليك توافق؟ انا مش قادره اصدق. انا وافقت عشان احميكي، عشان ابقى جنبك، ظهرك، على الاقل دلوك. عشان تحميني تتجوزني بالعافيه صح؟ اعتبريها ورقه، انا مستعد اطلقك دلوك. سلمى انا مش اخبي عليك، انا طول عمري بتمنى اليوم ده يجي، بس عمري ما تمنيت يكون بالشكل ده. عمري ما تمنيت اتجوزي غصب عنك. هو أنا قلت لك إني بحبك قبل كده؟ بتحبني إزاي؟ أكيد لأ، أنت طول عمرك زي أخوي. بالنسبة لك زي أخوك، لكن أنت عمرك ما كنت أختي. أنا بحبك من أول مرة شفتك فيه. عارفة يا سلمى؟ عارفة لما كنت بتيجي تحكي لي عن حد بتحبيه أو بيحبك؟ أنا كنت بتقطع من جوايا. كل الناس عارفة اني بحبك، انت الوحيدة اللي مش حاسة. طول الوقت شايفة انا اخوك، انا عمك. فاكرة الواد اللي وريتيني صورتك معاه؟ لما كنت بضربه كنت بحس اني بضرب نفسي، عايز اخرجك من جوايا بأي طريق. بس انا قلت يمكن بعد الجواز تقدري تحبيني. علي انا مكنتش عارف. انا عارف كل حاجة ومش عايز منك اي حاجة. عايزك تعرفي بس اني موجود جنبك عشان احميكي واكون في ظهرك. وجوازنا ده ورقه زي ما قلت لك، الفتره دي تعدي مش هتلاقيني موجود.
هدي نفسك يا زكريا يا ابني. يعلم الله ان انا مش راضي عن اللي حصل زيك بالظبط، وربك هو اللي يعلم ان عمري ما حسيت بالعجز الحقيقي اللي بعد ما عبد الله عمل اللي عمله. اتمنيت ساعتها اني اكون بصحتي عشان اجيبه هنا واحطه بين رجلي واقدبه من اول وجديد. طول عمري عارف ان عبد الله من ناحيتنا جواه سواد، بس عمري ما تخيلت انه يبقى بالشكل ده ومش لوحده، معاه زينب اللي هي عمتي. عمتك زينب ربنا ما رزقهاش طيبه في قلبها، طول عمرها حاسه ان زين الله يرحمه واكل حقها، ما صدقت تلاقي حاجه تقوي بيها قلبها. وانت من يوم ما قتلت الظابط ما قتلتوش. انا ما قتلتش حد. امال ايه اللي حصل يا ابني؟ العمليه دي كانت تمويه كاموفلاج، ما كانتش معانا بضاعه، البضاعه والفلوس كانت مع صالح وحربي في حته تانية خالص. احنا ما كانش معانا في العربيه غير عفش. الرصاصه اللي اتضربت دي ضربت من حد انا ما اعرفوش، اللي مقصود من الحركه دي هي انا، يخلصوا مني انا بعد ما الضابط وقع قدامي سايح في دمه. كل اللي معاه وزمايله جم عليا انا، انا كان المفروض اتصفى في اللحظه دي لولا اني فكرت ولقيتش حل غير ان انا اهرب. هروبك ده مش هيفيدك بحاجه يا ولدي، انت شايف الجرانين والتلفزيون بيقولوا عنك ايه؟ شفت؟ بس مش ده اللي هممني. أنا اللي هممني دلوقتي حاجة واحدة بس، أرجع حق العيلة، أرجع حق إخواتي، أرجع حق أمي. بعد كده أنا هعرف أجيب حقي كويس وأبرأ نفسي. عم صبري تبايعنا بقى الكبير؟ طبعا نبايع، مفيش غيرك أنت كبير عيلة العطارين. تقول كده قدام كل الناس؟ قصاد أي حد، أنت كبير عيلة العطارين. تمام. اللي خلف ما ماتش يا والدي. شوف أنت عايز تعمل إيه وإحنا كلنا واقفين في ظهرك. تمام يا عم صبري. دكتور، من فضلك يا دكتور، ممكن تطمني على حالة حازم؟ هو خال حازم فين؟ أنت عايز خاله في إيه؟ أنا مامته. لو في حاجة مهمة قولها لي أنا. للأسف يا مدام جيهان، حازم مش يقدر يمشي بشكل طبيعي. إحنا حاولنا بكل جهدنا، لكن الإصابة جت في مكان حساس جدا، مفصل القدم، محاط بالأعصاب. حازم يحتاج علاج طبيعي لمدة تزيد عن سنة. يعمل علاج طبيعي، يسافر بره لو محتاج، يعمل عملية تانية، أي حاجة. أرجوك يا دكتور ساعدني، ابني لسه صغير. صدقيني لو في حاجة نقدر نعملها فعلا كنا عملناها. كنت قلت لك من الأول أنا مدرك حجم الصدمة اللي أنت فيها، بس أسف تقدر. بالنسبة للمحضر أنا استأذنت من دور المستشفى ما عملش أي إجراءات قانونية، بس للأسف هو أصر. أنا برضو كنت هعمل محضر. عبير ما بقتش توحشك زي زمان يا يحيى؟ توحشيني طبعا يا عبير، بس انت عارفه الشغل واخد كل الوقت. يا يحيى، ده انت اللي بترد على تليفوناتي ولا حتى على رسايلي ولا على اي حاجه خالص. ايه اللي غيرك يا يحيى؟ ولا عبير كانت حبيبتك ايام الفقر وبس؟ خلاص بقى يا عبير ما تقليش مزاجي. يحيى انا عقلي هيشت خلاص، انا عايزه اعرف دلوقتي حالا اخره اللي انا وانت فيه ده ايه. اخرته زفت عليك وعلى دماغك يا عبير، طالما مفيش مفهوميه لا بسال ولا برد. خلاص بقى ياكش البعيده تفهم. فهمت يا يحيى، بس كنت بكدب نفسي. لا يا اختي ما تكدبيش نفسك. خلاص يا عبير اللي بينا خلص، النهارده بنت الناس انت في طريق وانا في طريق، والموضوع ملوش دعوه بيكي خالص. الموضوع ده في واحده تانية يا يحيى مش كده؟ انا عمري ما خيبت في الموضوع ده ابدا وانت عارف كده كويس. في ولا ما فيش يا عبير؟ خلصنا. بس انت وعدتني ان احنا نتجوز يا يحيى. يرضيك يا عبير اعمله وانا ما بحبكيش؟ لا يا لا ما يرضيش تعمل. انت ما بتحبنيش. اه
والله يا عمي ما عارفش اقول لك ايه، انا خزيان منك، كانك انت اللي سايق يعني وانا قاعد جنبك. ايه عايز تقلب بينا العربيه تاني؟ لا وعلى ايه؟ المهم يا فارس، انا عايزك تجيب الواد ده يقابلني باسرع ما يمكن. ده كلب فلوس ويبيع ابوه، بس برضه هيأثر علينا سكك كتير. حاضر يا عم، انا هرتب لك معاه مقابله في اسرع وقت. واعمل حسابك عشان عندنا مقابله تانيه مهمه برضه. مقابله مع مين؟ هقول لك بعدين، بس المهم عايزك تنفذ اللي اقول لك عليه بالحرف. طيب وبعدين؟ مش عارف والله يا ايه، المشاكل هنا عماله تزيد كل يوم، بس ان شاء الله خير. وهتجيلي امتى؟ مش عارف. بقول لك ايه صحيح، انا في موضوع كده عايز افتحه معاكي. موضوعي الصراحه مش عارف يعني ابدا معاكي ازاي. طيب بص، انت عارف انا لازم انزل عشان عندي شيفت ليل، يا دوبك الحق انزل. يبقى طمني عليك اول باول حتى لو في مسج، نكمل كلامنا بعدين. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك. سلام. باي حبيبي. مين؟ علي. عاوز ايه علي؟ هو انا بصراحه ما كنتش عامل حسابي الموضوع ده، بس الظاهر اني لازم ابات هنا النهارده. ما تخافيش مني يا سلمى. انت متخيل بعد الرصاص والدم والخطف اللي شفتهم الفتره اللي فاتت اخاف منك انت؟ يعني مش متضايقه؟ لا مش متضايقه، ده انت اخويا يا علي. تصبح على خير. تمام. قال ايه اللي صحاكي بدرك ده؟ صباح الخير الأول. تعالي يا رؤية، تعالي. إيه؟ مش ناوية تحكي لي؟ حبيتي قبل كده؟ يبقى حبيتي، صباح النور. مش كل حب بنعيشه يا نادية بيبقى حلو، في حب لما بنعيشه بيخلي حياتنا كلها تعيسة. قريبك؟ كان قريبي لحد ما بقى واحد معرفوش، بقى واحد غريب. ما هي الأيام بتعمل المستحيل. إلا المستحيل ده يا نادي، إلا ده أحكيلك، بس أنت كمان تحكيلي. أحكيلك بس يبقى سر بينا؟ طيب أنا أحكيلك أنا الأول عشان تثق فيا. زكريا جوزي، جوزي على سنة الله ورسوله. جوزك؟ كيف؟ على هايدي؟ اه على هايدي. وليه ما بيقولش؟ اصله كان مستني الوقت المناسب عشان يقول لكل الناس. يلا بقى، مش هتحكي لي انت كمان ولا ايه؟ لا ده انا موضوعي محتاج قعدة. انا بقى عايز اقعد معاكي القعدة دي عشان تقولي لي على كل حاجة. تعالي احكي لي عنك يا حسن. عايزين احكي لك بالظبط كل حاجه، من يوم وعيت على الدنيا وكيف جيت دار الايتام. حقك عليا، ما قصدتش افكرك بحاجه ما تحبش تفتكرها، بس كنت حابه اعرف عنك اكتر. ليش انت ما فكرتنيش بحاجه؟ عشان عمري ما نسيت. ده عمر، عمر كامل يا رحمه. عرفت بنات قبل كده؟ طب والله العظيم النعمة الشريفة ديت، أنا ولا قابلت ولا شفت في حياتي بنات غيرك. ليه؟ هي الدار دي سجن؟ مش عارف، بس عمري ما حسيت إن هي سجن غير لما قابلتك. كنت طول عمري ببص للأسوار بتاعتها، بحس إن هي بتعلى يوم بعد يوم. كنت أسهر كده في الحوش بتاع الدار على نور القمر، أقعد أقول يا ترى شكلها إيه؟ تضحك ازاي؟ تتكلم ازاي؟ كنت حاسس ان هي انت يا رحمه من قبل ما اشوفك حتى. هي مين؟ روحي، روحي اللي كانت تايهه مني. لما لقيتك حسيت اني اتمنيت بيكي، بقيت حاسس ان الحياه ليها قيمه بعد ما كنت عامل زي الميتين.
اللي عايشين بيعدوا الايام على وش الدنيا. كلامك حلو قوي يا حسن. انت اللي طلعتي كل الكلام المحبوس. وقتي كانه ما عجبكش. خلاص خليتيه واكلك. يا ستي حرام عليكي، ده هما سندوتشين جبنه وحته خياره. طيب ابقى شوف مين اللي هيعبرك تاني. يا سلام. هشوفك تاني امتى؟ بكره. بكره؟ ده بعيد قوي. طماع. طماع عشان عايز اشوفك بكره. وبعدين ما بتاكليش ليه السندوتشات؟ فيها حاجه والله. ستك اكيد حاطه لي فيها حاجه. يعني انت تتهم عبد الله العطار بان هو اللي ضرب عليك النار؟ ايوه. بس مش هو بنفسه. ده غزال دراعه اليمين. هو اللي ضرب عليا نار. وانت يا دكتور جهان تتهمي برضه هو اللي هو خطف عليها سلمى؟ ايوه يا فندم. طب يا دكتور احنا كده هنحتاج تقرير طبي عشان خاطر نرفقه بالمحضر. موجود يا فندم. وانت ما تقلقيش خالص يا مدام جهان، هناخد كل الاجراءات اللازمه ان شاء الله. بس علاء دي حفيدتك؟ حفيدتها بالتبني. بالتبني يا فندم. بقول لك ايه؟ اسمعني زين دلوقتي. انت تروح هناك وتخليك كام يوم كده لحد ما الموضوع يعدي وتجيب شهود يشهدوا انك هناك بقالك اسبوع، وانا هكلمك هقول لك على الجديد. سلام دلوقتي. مع السلامه. احنا لا بتوع قتل ولا خطف يا حضره الضابط، وغزال مش موجود هنا بقاله اكتر من اسبوع، واجيب لك كل اللي في القصر يشهدوا بكده. وبالنسبه لسلمى وعلياء؟ سلمى تبقى بنت عمي وكمان مرت اخويا علي، وهي هنا قاعده مع جوزها. ايه ده؟ دي مرات اخوك من امبارح بس. واه امبارح ولا من سنه؟ جرى ايه حكومه؟ مرته ولا مش مرته؟ طب وعلياء؟ ولو اني معرفش مين علياء دي، بس هي موجوده. كل حاجه موجوده حضره الضابط. مرت عمي هي اللي مشت من هنا بمزاجها، محدش مشاها. كانت فاكرانا جايين نزاحمهم في ورثهم، ولو اننا جايين بنيه طيبه، جايين نقعد جارهم في الظروف الصعبه دي، وخصوصا بعد ما زكريا قتل الضابط والداخليه كلها مقلوبه عليه. طب ممكن لو سمحت بس اشوف سلمى وعلياء؟ تحت امرك عمتي. ندم على علي قابل حضره الضابط، وخلي عيشه تجيب علياء. ماشي. تفضل حضرة الضابط ارتاح. ادخل يا علي. طب ما ينفعش اكون عايشة يعني؟ ده انا حتى عاملة لك العشاء بنفسي. عاملة ايه يا احلى عروسة؟ انت كمان هتعملي زيهم يا عيشة؟ امال فين علي؟ علي تحت مع عبد الله، بس مش هيتأخر. سلام عليكم. خش يا علي، مفيش حد غريب يعني. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله يا علي. طب انا هسيبكم تاكلوا عاد واشوف اللي ورايا. على فكره كان في ضابط تحت بيسال عليك. علي انا؟ مرات عمي بلغت ان عبد الله خطفك وكان جاي حقك. وبعدين؟ ولا قبلين لقاكي مع جوزك. علي احنا اتفقنا ان ده وضع مؤقت، انت في كل الاحوال لازم تخرجني من هنا. انا فعلا يا علي مخطوفه، انا دلوقتي خلاص بقيت مراتك، يعني محدش له حكم عليا غيرك. خرجني بقى يا علي من هنا. حاضر يا سلمى، انا وعدتك وعمري ما هخلف معاكي وعدي، بس نصبر شويه. مش هناكل ولا ايه؟ انت كمان ليك نفس تاكل؟ وماليش نفس ليه؟ صباح الخير يا عم صبري. صباح النور يا ابني. شكلك ما نمتش. بعد اللي شفته ده رامي ازاي؟ انا حاسس اني مش هيجي لي نوم طول عمري. كل عقدة وليها حلال. انا برضه طول الليل كنت بفكر. رايك يعني اشور عليك بحاجة ممكن تساعدك؟ خير يا عم صبري.
روح قابل المحمدي. محمدي؟ ايوه شيخ عبد القادر زمنه راجع من الجامع، نفطر مع بعض وبعدين نتكلم في الكلام المفيد. ايه الراي؟ الحمد لله رب العالمين، الشاي رقية. أنا يا بوي. تسلم عليك يا ست البنات. قول يا عبد القادر، ايه رايك في اللي قلناه؟ انا شايف ان الحل ده فيه اقل الخسائر، واللي بيحصل اليومين دول كده كده فيه خسائر، فخلينا